ما بتعرفنيش، انا احمد بص، صانع محتوى، بقدم محتوى تقني، محتوى جيم زي ما انتم شايفين. ده هو السيت اب الجيم بتاعي. ان شاء الله هنرجع تاني لقناه الجيم اللي هي الفاستر جيم. انا عارف لما كنت بقول ان انا هرجع بيحصل تصور ما بعرفش ارجع، بس حاليا بنجهز مكتبه العاب تكون كويسه جدا، العاب كلاسيك والعاب كده حديثه ومودرن وحاجات كده روشه طحنه ان شاء الله. فان شاء الله هنرجع. جميع اللينكات اللي هو في كومنت او صندوق الوصف. ان شاء الله هنبدا نطلع لايف على تيك توك يوم الاحد والثلاث والخميس الساعه 9:30 ان شاء الله. نحاول لو التفاعل زاد شويه نحاول ان احنا نحاول نطلع كل يوم ان شاء الله هنعمل الموضوع ده. واخيرا رجعنا بجديد في الفيديو، هنلعب لعبه الدرايفر. تمام، لو حابب تشوف الالعاب بشكل مرتب في بلاي ليست هتلاقي اللينك في اول كومنت او في صندوق الوصف، بحيث تبقى شايف الالعاب بشكل مفصل بترتيب كده يعني يكون لذيذ ولطيف. وطبعا اللينكات اللي هتلاقوها في اول كومنت او في صندوق الوصف. طبعا لينا فتره بنحاول نشغل اللعبه بس كل شويه بيحصل مشكله في التريكسيون. تمام، فاتمنى ان المشكله تكون اتحلت. يعني لو جت على مشكلة الصوت احنا كده خسرنا تقريبا، احنا خسرنا تقريبا. فلو جت على مشكلة الصوت فدي مقدور عليها بصراحة. الله الله الله، الفرام هنا مش مظبوطة. تمام، دي مشكلة تانية. مش يعني مش عارف بجد والله، مش عارف ليه موضوع الألعاب معانا. يا نهار أبيض، في مشكلة يعني اهو الرجوع لورا شغال، الشاشة قررت تفصل يعني فشيء جميل. أظل فيها شباب. ماشي تمام. الله 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 الله، بس اهدى اهدى اهدى، روق اهدى وروق اهدى وروق. الله 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 الله، فيها شباب. اللعبة دي ملبوسة على فكرة، اللعبة دي هي من الألعاب اللي بجد احنا نروح المكان ده. الألعاب اللي يلا لا 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 لا، بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك يا حبيبي. بس يو بس بس مش في نفسك كده ولا فيلد. ماشي ها نفيلد، بس احنا كويسين والله، احنا كويسين مبدئيا ما دام الديركسيون شغال فدي حاجة مبشرة. كنا هنجري ورا ده يعني. الله مش عارف انا، بس فاكر يا نهار ابيض. عيش عيش، الفرم مش شغال والله، الرجوع لورا بس اللي شغال يعني. يعني بدي شغل الرجوع بس لورا. طب انا اطلع لقدام، معلش معلش انا اسف، المفروض نوصل لهذه البني ادم. عربية شرطة وعربية ليلة باطنة. بس البنزين كمان عايز يتظبط، لان حاسس ال دوست البنزين كانت فترة ليها فترة بايظة، بس اظن دلوقتي في تحسن على الاول بصراحة. يعني مسافة دوست البنزين هنا كان فيها مشكلة بطريقة من تلاتة. عايزين بس نظبط موضوع دواسة الفرامل دي، لأن البنزين الحمد لله يعني اهو نقدر نشغل. يعني انا كده مش عارف. يا نهار ابيض. طب لو انتم مستغربين فهو يعني انا مشغل هنا الرجوع لورا هنا من هذا الشيء الفتيس. يا نهار ابيض، لا لا لا، في حاجة هنا حاجة نورت. أيوة والله نورت، نور عليك. لما هو في اللفة اللي بعدين، اللفة اللي بعدين هي اللفة دي، هي اللفة لغاية لما نصلح بس دوست هذا الشيء. قربنا 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 قربنا. أنا عمري على 900، أنا عمري على 900. صن الحمد لله. ماشي تمام 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 تمام، ما دي حاجة مبشرة، حاجة مبشرة جدا كمان. شايف في ماشي ماشي، بيس دوس ماشي. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض على المدعكة. في إيه يا اسطى؟ بالراحة يا اسطى، بالراحة، روق صديق، روق روق. أيوه روق روق روق. لا 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 لا، ما بيسميش يا اسطى، ما بيسميش. ماشي على هادي على هادي يا زبيت، على هادي يابا يا دين النبي. مش عارف انزل على العربية عشان بعد المدعكة دي كلها. الله تنين، تكونش تنين يا ولد. ايه ده ايه ده؟ دي هو مع نفسه. تمام ماشي ماشي، لو مع نفسك شغال ده. بعد كل مثلا يطلع مثلا مايك مثلا فاصل، الكاميرا ما بتسجلش،
في حاجات كده جميلة كده لازم تطلع في النص كده تفوقك يعني. بس مش هنقعد، لا بصراحة مش هقدر استناها بصراحة، ف اسكيب الدنيا ماشي. انا بس جيت يعني الرجوع لورا شغال، الفرامل مش شغالة. يا ولا ولا اكس عشان ايه؟ ماشي اكس اهو، اكس تاني مش فاهم، مش فاهم اكس عشان ايه اصلا. مش تمام بس حوار الصوت ده بصراحة مش عارف ايه مشكلته، لان حوار الصوت ده لو ما طلعش في، لو عندي انا مشكلة في السماعة فبيش شغال، اما يطلع كمان مشكلة في التسجيل نفسه يا نهار ابيض. فده هيبقى فيديو برعاية صوت انا بس، لو بحط لكم مثلا ايه مزيكا مثلا ايه صوت العربيات وحاجات كده وفاهمني اشتغالات وبتاع، وده يبقى مرحلة مونتاج تاني لوحدها ده لو حصل يعني. يب يب طب قلت لكم معيش فرامل، معيش فرامل مسحوبة مني. فده بس ايه ده، ما هذا ما تقول لي بقى اصل دخلت في حتة شغالة تمام يا طبيبي. يس اكس عشان انا مش فاهم بصراحة اكس عشان، طب اكس انت فهمتني كده ما فهمتنيش، ما هذا يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض. لا 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 متطفش النور عشان يعني، لو انت بتسألوا ازاي انا بشغل الفيديس على اللعبة دي، كنت شارح في فيديو ازاي تعمل هذا الشيء يعني، بس لسه هعدلها في حاجات عايز تتعدل. ماشي تمام شغال شغال شغال. معانا ريال معانا ريال معانا ريال، او دينار عادي انا يعني او دولار. معلش 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 معلش، انا اسفين يا اسفين يا اسفين. هذا قربنا يعني، هشغل موضوع فرامل ده مش عارف ليه وقفت كده يعني، عشان بس اشغل فرامل بس ارجع لورا انت فاهم، ده اللي ناقص. ايوه ايوه المكان اهو، فين بقى الدخلة؟ عندها يا ابن ال، طب جدع جدع خد المدخل كده. ايوه والله نور عليك وصلنا. انا في النجومية مية مية يا اسطى، حضر ما قلت صوتك يا اسطى انا بسجل. ما تذاكرش يا ما تذاكرش، انت ما بتذاكرش اصلا. طب ليه الصوت مش شغال؟ ليه 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 ليه؟ هوبا هاي هوبا. ايوه سكيب سكيب. لسه انا اسمع بقى يا صديقي، سكيب الحياة كلها. ماشي تمام مرحلة هذه ال، مش عارف انتوا عارفين مش عارفين، احنا اخر الفيديوهات بتاع عندنا مثلا ايه حوالي 10 دقايق التسجيل بتاع اللعبة نفسه، هو مثلا 10 دقايق بس. فاهم احنا غلبنا فاضل لنا مثلا ممكن نوديها عشان في قلق حسب النص، فممكن نخليها 11 دقيقة. المكان فين بقى؟ هوب حتى لما برضه ان شاء الله نظبط موضوع الفرامل ده. الله 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 الله، ما ايه اللي بيحصل يا صديقي؟ يا ابني يا ابني قلت له عيش فرامل الدنيا ما تخافش. بطيئة جدا العربية دي مع الدواسة شغلة، ده واحد بيموت ده على فكرة. 36 35 34، يا نهار أبيض احنا كده هنخسر. لا حد علم احنا كده هنخسر، كده حد علم احنا هنخسر، نوصل قبل الوقت يا لهوي. قربنا جدا على فكرة، الوقت قرب برضه. يا نهار أبيض فين بقى انت فين فين؟ عديت 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 تمام تمام يا ابني دخلت سه ايه ده تمام بيس اخيرا. جميل 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 تمام سكيب
ماشي جميل. احنا خيرنا مثلا برضه عشان نبقى فاهمين، اديكم دقيقة وقت مستقطع بدل ضائع. ولا وري وري وري، معلش وري وري، عايز اطلع هنا، عايز اطلع هنا. باي يا ولي يا ولي يا ولي، نجم يا ولي، نجم والله، نجم والله، نجم والله، نجم والله، نجم والله يا ولي، نجم. مفيش فرام، فاحنا ندوس رجوع الغرفة. انت ده انا مدعك الفتيس معايا. ماشي حب ما خلانيش. يا رب بتاعكم بتسكن ما تفصلش، لان غالبا ما فيهاش مساحة. صراحة يا شباب انا خايف البتاع ما تكونش بتشحن، بس عشان انا ايه مش ضامن هي تفصل في النص ولا حاجة، فاحنا ممكن نعمل ايه بقى، ننهي هنا تمام ونقطع ونشوف بقى الحاجات اللي هنعملها دي. بس تمام. بس يعني وكده وصلنا لاخر الفيديو ده، كان فيديو سريع لطيف كده. ان شاء الله الفيديوهات اجمد واجمد ان شاء الله، نحاول نطور في صناعة المحتوى في فيديوهاتنا، من ناحية الصورة المصغرة، من ناحية الفيديو نفسه، من ناحية المونتاج، من ناحية حاجات كتيرة جدا جدا. تعالوا نكتب في الكومنتات في صندوق. كان معاكم عباس، سلام جدا.